نروح لتصريح تاني بخصوص اللي ظهر الأيام الأخيرة عن محمد صلاح. وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه ملف محمد صلاح مع منتخب مصر لم يتم عرضه على مسؤولي اتحاد الكرة، وحال وجود أي مشكلة هيتم إبلاغهم من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدها هيتم التدخل من مسؤولي الجبلية لحل أي خلاف. قال كمان عامر حسين لابد أن تكون العلاقة ما بين الجهاز الفني واللعيبة في منتخب مصر بدون تدخل أحد مطلقا، ومجلس الإدارة لا يجوز أن يتدخل الحديث مع نجم كبير زي محمد صلاح والجهاز الفني بيتواصل معاه بكلام تاني. حال وجود أي مشكلة هيقوم الجهاز الفني بإبلاغ مجلس الإدارة. كمان بيأكد وبيقول بالتأكيد هيكون تواصل مستمر ما بين الجهاز الفني ومحمد صلاح، ولا أعرف إصابة اللاعب وهو لا يشارك في ليفربول حاليا، ولو تم عرض أي مشكلة على اتحاد الكرة فسوف يتم التدخل لحلها. كمان أشار وقال أن اتحاد الكرة قرر رفع الحرج عن التحكيم المصري، تم الاستقرار على جلب طاقم حكام أجنبي وحرصا على أن تخرج المباراة بشكل ناجح وعدم وجود أي شد عصبي من اللعيبة والجماهير تجاه طاقم التحكيم. Thank you.